صديقات والأصدقاء، تحية طيبة للجميع. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي الموضوع ديالو هو موضوع شائك وموضوع هام جدا، خصوصا أنه يهم فئة الاجتماعية اللي تعتبر العصب ديال النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وأعني بها فئة الشباب. طبعا أن فئة الشباب اليوم في المغرب كتعيش واحد الفوران لم يسبق له مثيل، لأنه إذا ما قارنا هذا يعني الدينامية الشبابية الآن، كنوجدوا على أنها مقارنة مع مثلا التسعينات أو الثمانينات أو السبعينات، هي دينامية متسرعة جدا، واللي أسهم في التسرع ديالها هو أولا يعني الدينامية ديال العالمية في الإنتاج وتطور وسائل النقل، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي والتطور في الوسائل والحوامل الإلكترونية. الموضوع كيف قلت اليوم هو موضوع هام للغاية ويهم فئة الشباب. فمؤخرا يروج في منصة يوتيوب فيديو يتعلق بواحد الأم اللي تتحدث بواحد المرارة وواحد الحرقة وواحد النبرة ديال الفاجعة بخصوص ابنها الذي هاجر إلى تركيا، و يعني في أوائل شهر يونيو هذا الأخير، وإلى حدود هذه اللحظة يعني انقطعت الأخبار ديالو من بعد يعني بعض الأيام اللي كان كيتواصل معها، ولكن مؤخرا هذه تقريبا 21 يوم انقطعت الأخبار ديالو، بل أكثر من هذا أنه ظهر في أحد الفيديوهات على ما يعتقد أنه الابن ديالها اللي في واحد الحالة هستيرية وعاري النصف الأعلى ولبس غير السروال وحامل الحقيبة أو الساك ديالو فارغ من الملابس، وهو في واحد الحالة هستيرية ويبدو أنه هارب من شيء ما أو من خطر ما. طبعا غادي نوقفوا هنا في هذه الصورة هذه، ولكن غادي نديروا واحد الفلاش باك وغادي نرجعوا ونشوفوا هذا الولد اللي مشى لتركيا، وعلى حسب ما جا في التصريح ديال الوالدة ديالو انه اخر اتصال بيناتهم خبرها على انه يشتغل في محل غسل السيارات. فهاد ثم ان الام ديالو كتضيف على انها هو اللي كان اتصل بها واستعطف ملي كان في المغرب، يعني هو الذي اقنعها بان يسافر الى تركيا. كنعرفوا اليوم كاينه واحد الموجه نتاع عديد من اليوتيوبرز اللي صبحت المهنه ديالهم هي التغرير بالشباب للهجره الى تركيا ومن تركيا الى أوروبا، عن طريق طبعا اليونان وعن طريق صربيا، رومانيا، هنغاريا، سويسرا، إلى إيطاليا. وهاد اليوتيوبر الذين يقومون بتغرير هؤلاء الشباب فكيبينون لهم على أن المعابر سالكة وعلى أن هناك عدة طرق وتحايلات للوصول إلى أوروبا، حتى فيما يخص القدر ديال الفلوس اللي خاص الشاب يأخذ معاه باش يقوم بهذه المغامرة، يعني لا تتعدى 10,000 درهم كما يقولون وكما يوهمونهم. وأيضا
المراحل ديال السفر او ديال هذه الرحله الهيتشكوكيه من المغرب الى اوروبا عن طريق تركيا، النزول في اسطنبول، ثم العبور الى اليونان، ومن اليونان الى صربيا الى هنغاريا رومانيا كما قلت الى سويسرا ثم الى ايطاليا بطرق شتى، منها طرق ديال عبور الوديان، منها الطرق ديال الاختباء تحت الشاحنات بكل ما يعني بكل ما تتضمنه هذه المغامرة من مخاطر، يعني لا على شفا حافة الموت أو القفز عبر الأسوار الحدودية التي تفصل بين بلدين أوروبيين. طبعا كاينه واحد المافيات اللي هما تيقوموا بهاد العمليات اللي كيسميوها هاد اليوتيوبرز كيسميوها التسليم. التسليم بمعنى انه هناك بعض المافيات اشخاص الذين يقومون بتسليم هؤلاء الضحايا من يد الى يد الى ان يصل الى اوروبا، وكل تسليمه طبعا فيها واحد القدر ديال الفلوس. قلت ان هذا رجع لهذا الشاب، هذا الشاب هذا الذي شرع في العمل في كراج لغسل السيارات. فهنا يعني طبعا كنطرحوا واحد السؤال، يعني حول مدى غباء هؤلاء الشباب الذين يعني إذا كان غادي يشتغل في غسل السيارات في تركيا بواحد الأجر زهيد ما يكفيش حتى الماكلة والكراء، فلماذا لا يغسل السيارات كمهنة في المغرب؟ وبالتالي فهو سيوفر عليه كل هذه المشاكل ديال المتطلبات ديال الحياة. الخطير في الأمر حسب يعني ما استنتجته من خلال هذه المجموعة ديال الفيديوهات اللي تيروجوا لها هاد اليوتيوبر اللي تيغروا بهؤلاء الشباب، الاستنتاج اللي وصلت له هو أن مجموعة ديال الشباب في المغرب جالسين عاطلين عن العمل ولا يبادرون إلى أي حركة. هؤلاء الشباب في الحقيقة الحافز ديالهم الأساسي هو تجربة ركوب الطائرة هذه الأولى. لماذا؟ لأن كنعرفوا بأن تركيا بدون فيزا بالنسبة للمغاربة. إذا أولا التجربة والنشوة ديال ركوب الطائرة لأول مرة. ثانيا بالنسبة للهجرة إلى تركيا خصوصا إلى إسطنبول، فالشاب تقريبا يعني أنه حتى هو مثله مثل باقي المهاجرين كياخذ هذيك التكية أو ديك اليافطة ديال أنه مهاجر، أنه خوى البلاد، أنه حتى هو راه تعمل على برا، وأنه يستطيع في يوم من الأيام أن يعني حتى هو يكون الأسرة ديالو هنا في المغرب عن طريق العملة وعن طريق عديد من الأشياء التي يمارسها المهاجرون على برا. فقصص عديدة ومؤلمة التي سمعت بها ورأيتها على منصة اليوتيوب ديال الشباب اللي بكل صراحة يعني ذهبت أرواحهم سدى يعني في أقل من دقائق بسبب التهور وبسبب يعني واحد العقلية مغلوطة، واحد العقلية يعني عقلية
إلى حد ما عقلية متخلفة، عقلية سوداوية، عندها واحد الرؤية مغلوطة على الواقع ديال المغرب، وكيبقى فقط الهدف ديالها هو أن كل شيء في المغرب ما يصلحش وكل شيء قبيح، وهذه البلاد يعني لا تستحق أن يعيش فيها الإنسان. هذا ما يروج له طبعا هؤلاء الشباب. فلما يهاجرون إلى تركيا بغية الهجرة إلى أوروبا، ثم يصطدمون بالواقع ويصطدمون بالأحداث الهيتشكوكية اللي وقع فيها العديد من الشباب اللي ماتوا، منهم الذين غرقوا في الأنهار التي تفصل بين هذه الدول الأوروبية، منهم الذين كلوا وتعبوا تحت الشاحنات وخارت قواهم، وبالتالي أقدموا على عملية انتحارية، وذلك بالسقوط. وفي الحقيقة هذا يعني شيء مؤلم. منهم من تاهوا في الغابات، ومنهم من تعرضوا لهجومات من طرف الثعالب والذئاب إلى غير ذلك. ففي الحقيقة شنو خص هنايا؟ خص واحد التوعية، وهذا التوعية طبعا شكون اللي غادي يقوم بها؟ وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا الإعلام الرسمي. إعلام رسمي يجب عليه أن يخلق واحد البرنامج خاص فقط بتصحيح الرؤية ديال هؤلاء الشباب، وإظهار لهم العديد من المصائب والكوارث التي تتوقع لهؤلاء الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عن طريق عملية الحريق، عن طريق إسطنبول، وكما قلت اليونان، رومانيا، هنغاريا، صربيا، إلى الطليان. أيضا فيما يخص الدولة، عليها أن يعني تصدر قرارا حازما وصارما من أجل معاقبة هؤلاء اليوتيوبر الذين يغررون بهؤلاء الشباب، والذين يحاولون أن يوضحوا لهم خارطة الحريق، يعني من المغرب كيف سيركب في الطائرة، كيف سيحجز الطائرة، كيف سيكتري في إسطنبول، وكيف يتصل بالعصابات ديال لي مافيا، وكيفاش من هاد لي مافيا يسلموه لمافيا اخرى، والى اقتضى الحال الى مافيا في اليونان واخرى في صربيا، الى ان يصل الى اوروبا كما يتوهمون. فالدولة خصها تصدر قرارات حازمة باش توقف هاد لي يوتيوبر، بل المطالبة ب حذف قنواتهم واعتقالهم والتحقيق معهم إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا غادي نعاود نرجع للقصة المؤلمة ديال هاد الأم اللي تتحكي على الولد ديالها اللي هاجر إلى إسطنبول، ثم في إسطنبول أصبح كيشتغل في واحد الكراج ديال غسل السيارات، وكيبات في داك الكراج، ويعني بواحد الأجر زهيد جدا. إذا يعني كيف سيحقق مستقبله إذا يعني كانت الخطوة خاطئة في البداية بحال هذا الشيء اللي قدم عليه؟ ورسالة كنوجهها للوالدين والأمهات على الخصوص، أنهم يحاولوا ما يسقطوش في الفخ ديال الأبناء ديالهم، اللي كي يبينوا لهم على انه راه غادي يهاجر وغادي يمشي يخدم، وشوفي فلان راه دار، وشوفي فلان راه مشى، وشوفي فلان نجح، وفلان راه في الطليان، وهادي وهادي. فهذا نداء للامهات انهم يرفضوا بتاتا
أن يساعدوا أبنائهم على الحريق إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. صديقاتي أصدقائي، كان هذا هو الفحوى ديال هذا الفيديو اللي في الحقيقة ألمني كثيرا، أنني حين شاهدت هذه الأم وهي تبكي عندما شاهدت الفيديو ديال الولد ديالها وهو عريان وكيجري في الشوارع ديال تركيا هاربا من مطاردة ما. فرجاء رجاء ما تخليوش ولادكم يسقطوا في هذا الفخ هذا. وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.